تعالوا نشوف السؤال ده مع بعض. 12 years old boy presents with easy bruising and joint swelling. يعني بيحصل له bruises بسهولة وحصل له joint swelling. طبعا لما ألاقي bruises و joint swelling أفكر في احتمال إيه؟ hemoarthrosis، حصل bleeding جوه إيه الجوينت. After a mild injury، after يعني injury بسيطة ما كانتش يعني تستعنى، حصل القصة دي كلها. For the past month، يعني joint swelling ده من injury بسيطة جدا. He has history of periodic diarrhea. عنده ايه؟ diarrhea على طول، او يعني مش على طول، كلش periodic يعني كل شوية بتجيله ايه diarrhea and fatigue. Laboratory results، ال complete blood count كان normal. ال prothrombin time وال activated partial thromboplastin time الاثنين مع بعض ايه كانوا prolonged، ودي مهمة جدا. ايه اللي يطول الاثنين مع بعضهم، prothrombin و activated partial thromboplastin time. البليدنج تايم اللي مسؤول عنه الكابيلاريز اساسا كان نورمال، يعني ما هياش ايه حاجه في الكابيلاري وول ولا في البليتليتس، لا ده دي حاجه ايه مرض اخر او كونديشن اخرى ملوش علاقه ايه بالبروسس دي، ملهاش علاقه بالكابيلاريز والبليتليتس، ليها في ديفكت معين واضح ان له علاقه بالكواجيليشن فاكتورز لان البروثرومبين تايم والاي بي تي تي كانوا برولونجد. What is the best initial treatment؟ أنا أحب هنا الستايل إن أنا أخدك على الستيب اللي بعدها، أو أفترض إن حضرتك أو حضرتك وصلتوا للتشخيص خلاص وبننقل على اللي بعدها، بس أنا أساعدكم في حتة التشخيص هنا. لما طفل عنده periodic diarrhea كل شوية بياخد diarrhea، ال diarrhea دي ممكن تبقى أسبابها يعني حاجة لأسباب متعددة، ولكن ممكن تتسبب في نقص ايه؟ نقص فيتامينز معينة من اللي هي ممكن الدياريه دي يكون سبب حاجة في البنكرياس او في البيلياري سيستم، ممكن تكون في فاتي دياريه لاي سبب من الاسباب، تقوم دي تقلل امتصاص فيتامين كي، وده يعمل ايزي بروزابيليتي، وممكن يحصل مع تروما يحصل هيمو ارثروزس وفي الجوينتس نتيجة الايه الكواجيلوباثي اللي حصلت. غير كده بتوع الدياريا دول ممكن ياخدوا ايه انتيبيوتكس في العلاج، فالانتيبيوتكس مده طويله ساعات وريبيتد ممكن تنهبت الايه الفيتامين كي ابسوربشن، وتبص تلاقي ايه اجريفيتنج الفيتامين كي ديفيشنسي. فانا هنا زائد ان وجود البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم زايدين، الاثنين دول كومباتبل مع فيتامين كي ديفيشنسي زي ما هنشوف. فأنا عندي هنا طفل وبيقول لي دياريا، دي يمكن هي الكلو في موضوع الدياريا، إن احتمالات إيه فيتامين كي ديفيشنسي سبب الدياريا يكون فاتمال أبسوربشن، وده حاجة مش قليلة ممكن تحصل وتعمل لي فيتامين كي، زائد إن هو بياخد لها ممكن أنتيبيوتكس برضو تأجريفيت الفيتامين كي ديفيشنسي. ها في الحالة دي يبقى ممكن يحصل إيزي بروزابيليتي والجوينت سويلينج، ويزيد الايه الكواجيليشن البروثرومبين تايم والاي بي تي تي زي ما شفنا. فهنا دي تيبيكال حاله فيتامين كي في الاغلب ديفيشنسي، وعلاجها الرئيسي هيكون ايه فيتامين كي. واحد يقول لي طب انا عاوز ايه موضوع الايه البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. انا اخدكم هنا لحظه واحده، الفيتامين كي مسؤول عن اكتيفيشن اوف كواجيليشن فاكتورز 2 و7 و9 و10، فهو بيأكتيفيت فيتامين كي ايه فاكتور 7 ده اللي مسؤول ايه عن عمليه البروثرومبين تايم اهو، وبالتالي لما يقل فيتامين كي البروثرومبين تايم هيبقى ايه برولونجت. في نفس الوقت هو مسؤول عن الاثنين فاكتور 2 ها اهو و7 و9 وايه و10 كمان، فانا عندي ادي 2 و7 مقدرين و9 كمان ايه متاخد، فهيأثر على الاكتيفيتد بارشر ثرومبوبلاستين تايم كمان في الناحيه دي. فهذا هذه الكونديشن من الحاجات اللي فيها ايه الاثنين مضروبين، البروثرومبين تايم نتيجه فاكتور 7 ديفيشنسي ها ما هو ما قلنا هو فاكتور 7 اهو، والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم عشان باقي الكواجيليشن فاكتور فاكتور 2 اهو متاثر، وفاكتور ايه 10 كمان متاثر او 9 متاثر، فده مأثر لي على كل سكه الايه ها الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، وبرضه مهم للاكتيفيشن بتاع 10 اهو، ف
فده مأثر على الاثنين. يعني انا يكفي ده لوحده بيني وبينكم يعني ان يتاثر، عشان هياثر على البروثرومبين تايم وعلى الاكتيفيتد بارش ثرومبوبلاستين تايم يبقوا برولونجد. فدي كقاعده في الفيتامين كي ديفيشنسي. احنا هنا بقول لكم ان موست لايكلي الحاله دي فيتامين كي ديفيشنسي ذات كوزد باي حاله كرونيك دايريا. المال ابسوربشن سيندرومز عامه ممكن يحصل معاها فيتامين كي ديفيشنسي، ده من اشهر الحاجات. وتريتمنت اوف ذا اندرلاينج ديزيز از اسينشال طبعا، هو ده العلاج الرئيسي، وان احنا ندي فيتامين كي تو كوركت ايه البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، عشان ما يجيلهمش كل شويه ايزي بروزابيليتي او يتخبط في جوينت يحصل له هيمو ارثروزس. في يعني ده غير منطقي ان طفل بيلعب ويتخبط. فنعالج الكوز سواء المال ابسورسن سندروم وكرونيك دايريا ونتيجة ان الفيتامين كي يعتبر فات سوليبل فيتامين. لو عندي فاتي مال ابسوربشن او فات بيحصل لي ايه فيتامين كي ديفيشنسي، واديله فيتامين كي تو كوركت ايه الكواجيولوباثي اللي حصله. وطبعا فيتامين كي بنديه في الاور اورا، لو ما استجابلوش بندي ايه انجكشنز. هيموفيليا has similar symptoms but would have normal prothrombin time. والهيموفيليا شبه الفيتامين كي ممكن تلخبط معاه، ولكن لما الهيموفيليا اللي هي فاكتور 8 اهي ديفيشنسي هتاثر على الاكتيفيتد بارشا ثرومبوبلاستين تايم، هيبقى برولونجد، ولكن البروثرومبين تايم ده ملوش علاقه بايه بفاكتور 8 لوحده، فتبص تلاقيه نورمال. فلو كان قال لي نورمال بروثرومبين تايم افكر في الهيموفيليا، لان الضربه جايه في فاكتور 8 هياثر على اكتيفيتد بارشا ثرومبوبلاستين تايم بس، ومالوش دخل ايه ها فاكتور 8 سكته دي، مالوش دخل بالسكه الثانيه بتاعه البروثرومبين تايم. فنلاقي البروثرومبين تايم كان نورمال، لكن طلب حاجه ضربالي الاثنين دي قواعد عامه في الهيماتولوجي. يبقى انا لو اخدت حتى ان الفيتامين كي بيأثر على فاكتور 10 ده لوحده يضرب لي ايه التو انجلز البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارش ثرومبوبلاستين تايم، تلاقيهم ايه برولونجد. لكن في الهيموفيليا only activated partial thrombopoietin time اللي يبقى prolonged with normal prothrombin time. لكن هنا vitamin K deficiency both are affected. اوكي افتكروها دي كويس قوي، ونشوف السؤال القادم بإذن الله.